القاهرة في موقع صناعي، في موقع لقطع غيار سيارات ومصانع وغير ذلك، فتألمت. القطعة بالنين من اليابان، ودي من كوريا، ودي في الصين، ودي لا مش صنعة بس مضروبة مولانا، مكتوب عليها مصنوعة في اليابان، لكن هي مش مصنوعة في اليابان. لكن عاوز أقول لك حاجة، الأخ بيقول لي إحنا عندنا في بلادنا جهات، في بلاد الأمة يعني في الأمة كلها، لأنه ذكر دولة عربية أخرى، قال في الدولة الفلانية يا مولانا في أماكن متخصصة لضرب أي ختم أنت عاوزه. عاوز نصنعها لك في اليابان ميد إن جابان على طول، ختم رسمي. عاوز نصنعها لك في كوريا، هنكتب لك عليها كوريا وزيها بالضبط، نفس الشكل ونفس المواصفات، بس خيانة كبرى، ليست بجودة هذه القطعة وليست بجودة هذه السلعة. وقيمة هذه السلعة 10,000 جنيه أو القطعة ب100,000، دي قيمتها بتباع ب100,000 وقيمتها الحقيقية لا تزيد عن 1,000. يا للغش يا للغش يا للخيانة، وكل كل حراما، واملأ بطنك حراما وأنت على يقين أنك غشاش وأنك خائن وأنك آكل للحرام. وأقول لك الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية. يقول لك ده ود بيضرب الختم، ده ود ايديه تتلفف حرير وهي هتتلفف جهنم. حرير ايه؟ حرير ايه؟ اي حرير؟ قول لك ده ود ايديه هتتلفف حرير، ده هتتلفف نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة ان لم يتب اليه قبل الممات. ثقافات مؤلمة وأفكار مدمرة دمرت الأمة وأخرت الأمة وتخلفت الأمة بسببها سنوات وسنوات وسنوات. ليه؟ لأننا فصلنا وفهمنا العبادة فهما قاصرا. العبادة مولانا صلي وصوم واعتمر كل سنة وزكي وحج، بس ارجع عوض بقى ال50,000 وال100,000 اللي انت صرفتها في الحج، عوضها بأي طريق. وبعدها يا مولانا هي كمان حجة تانية، تغسل وقلب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ناس؟ شيء يدمي القلب. فبقول للشباب تعالى يا ابن انت، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، انت شغال مهندس وانت مهندس وانت انا، القطعة الغيار اللي جاية من بره دي انت يا ابني ما تعرفش تصنعها هنا؟ ما تعرفش شبابنا ما يعرفش يصنع هنا؟ لا يستطيع شبابنا ان يبدع ابداع شباب اوروبا وامريكا؟ شبابنا المتوضئ، شبابنا الطاهر، شبابنا الذي وحد الله والذي آمن برسول الله وعرف أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، فهو يبدع هنا للآخرة. شاب المسلم له غاية يعيش من أجلها، ومع ذلك متأخر. إنما الشاب الآخر الذي لا يعيش من أجل غاية إلا من أجل أن يأكل ومن أجل أن يستمتع بالمرأة فحسب، ومع ذلك تفوق وأبدع في الكمبيوتر، أبدع في الطب، في الذرة، في الكيمياء. ليه؟ ليه؟ لماذا لا تبدع أمتنا في كل جوانب الحياة، حتى في الذرة، حتى في الذرة؟ لماذا تتخصص أمتنا الآن في قتل المبدعين وفي قتل الموهوبين؟ انظروا إلى العقول والأدمغة التي تخطط وتعمر في الشرق والغرب الآن، سترونها عقولنا، سترونها عقول أبناء هذه الأمة. لكن الأمة طردت هؤلاء، أغلقت عليهم كل نافذة وكل باب، ووضعت بين أيديهم روتينا قاتلا في كل جوانب الحياة. لو أراد أحدهم أن يشيد مصنعا أو أن يقدم فكرة مبدعة في جانب من جوانب الإنتاج، فوجئ بسيل جارف يجرفه ليطرده خارج البيت وخارج البلد كاملا، فوجئ بسيل من القوانين والروتين القاتل المؤلم الذي يحول بينه وبين إبداعه وبين موهبته. وكم من مبدع هرب، وكم من فكرة ماتت
بسبب هذا النظام الروتيني القاتل، لا أقول في مثل هذه المشروعات الكبيرة بل في أقل مشروع من المشروعات. الأمة غنية، غنية بأرضها، غنية بمالها، غنية ببترولها، غنية بمناخها، غنية بثرواتها، غنية بنيلها ومائها، غنية بسمائها، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك غنية بربها. لكنها لم تقف بعد على قدر هذا الغنى وعلى فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه عليها، لم تعي الأمة بعد هذه النعم، لا تعرفها. والله ما جيشت الجيوش من أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلادنا في قلب الأمة إلا طمعا في خيراتها، إلا نهبا لثرواتها، إلا من أجل البترول الذي سال له لعاب أهل الأرض، إلا من أجل الموقع والمناخ. وليس هذا أمرا جديدا بل هو تاريخ طويل، أرجو من شبابنا وأولادنا أن يراجعوه وأن يقرؤوه وأن يتعرفوا على خيرات ومقدرات هذه الأمة، لكنها عطلت كل مقوم من مقومات الإبداع والتقدم، حتى المقوم العددي، حتى المقوم العددي عطلته الأمة، عطلت الأمة هذه الأعداد الرهيبة، وصارت تنظر إلى الأعداد الكثيرة على أنها سبب من أسباب تعطيل التنمية وسبب من أسباب عدم الغنى وعدم الثراء. لا، لأن العامل البشري أعظم عوامل النجاح لو أحسن استعماله ولو أحسن استخدامه، لكننا صرنا ننظر إليه معول هدم للتنمية أو لعجلة الاقتصاد والاستثمار. نعم أيها الأفاضل، ربما لا يسمع الناس كثيرا من علمائهم وكثيرا من دعاتهم يطرحون مثل هذه الأمور، لأنه معتاد أيضا ألا يسمعوا إلا في جانب الدين، إلا في جانب العبادة الجزئي في الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، لكنهم لم يعلموا أن الحياة أيضا يجب أن تسير وفق منهج الله، ويجب أن نبدع في هذه الحياة على شرع الله، نبتغي بذلك سعادة الدنيا والآخرة، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فاحرصوا على صلاح دينكم ودنياكم، اعملوا، انتجوا، ابدعوا في كل جوانب الحياة. الطالب فليتفوق، الطالب لماذا لا تخرج كل سنة بامتياز على الأقل بجيد جدا؟ لماذا تترك هذا المجال لغيرك من غير المسلمين؟ لماذا؟ ثم بعد ذلك نجلس لنبكي على أطلالنا، وسياسة البكاء على اللبن المسكوب لا تغير من الواقع أي شيء. لماذا لا نبدع في كل مجال؟ الطالب في ثانويته العامة، في المرحلة الابتدائية والإعدادية والجامعة، والمهندس في مصنعه لا ينام إلا وهو يتفكر كيف يعدل هذه الميكنة، كيف يطورها، لا يتعامل معها تعاملا مصمتا، شغل واقفل، يخطط، يفكر لصنع هذه الآلة، كيف يعمل هذا الترس، وكيف يتحرك هذا السير، وكيف تنطلق الحركة في الميكنة، يقف أمامها ليتفكر. لماذا لا تفكر أن تطورها أنت؟ لماذا لا تفكر أن تشغلها أنت؟ إذا تعطلت ميكنة في مصنع من مصانعنا الآن، ربما نستدعي خبيرا من هولندا أو خبيرا من ألمانيا أو خبيرا من إنجلترا، وندفع له الأموال بالعملة الصعبة بالدولار. لماذا؟ لأن الرجل صاحب المصنع لك أنا مضطر، المكنة واقفة معطلة، المصنع بقالها شهر وما نشلق حد يشغلها. الله أكبر، الله أكبر، ما فيش حد في شبابنا، ما فيش حد في أولادنا وهو المهندسين وعلمائنا، أمر يدمي القلب. طب وده ممكن يكون بصلي ورجل تقي ورجل نقي وبيعتمر، طب وانت فين من فهمك لهذا الدين؟ أين فهمك المتكامل لدين الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأفاضل،
العبادة تسع الحياة كلها بشرط أن تكون النية خالصة لله.